فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. هل هذا خاص بالرجال أم يدخل في ذلك النساء فتنهى عن أكل الثوم حتى ولو صلت في مسجد بيتها؟ لا، في مسجد بيتها ما في مانع، إنما إذا كانت تذهب إلى المسجد تصلي مع الناس، الرجل والمرأة سواء، لا يأكل الثوم والبصل. نعم.